نروح بقى دلوقتي معاكم سريعا لفقره السوشيال ميديا واخبار اللعيبه وردود فعلهم بعد المباريات، خصوصا طبعا ان كان في امبارح مواجهه مهمه جدا او مواجهات مهمه جدا وعديده في دوريات العالم في اطار مباراه ليفربول مع الارسنال. نشر النجم محمد النني المحترف في صفوف الارسنال الانجليزي صوره ليه مع النجم محمد صلاح المحترف في ليفربول الانجليزي على تويتر وكتب اتبسطت اني شفتك. اما عن نتيجه المباراه والماتش فالحساب الرسمي لنادي ليفربول على تويتر على تعادل الارسنال مع ليفربول 1-1 وكتب ما زلنا غير المهزومين في الدوري الانجليزي. كمان خيمس ميلر صاحب هدف ليفربول امبارح قدم طبعا مباراه كويسه جدا قصاد الارسنال، كتب على تويتر كنا نستطيع أن نفوز في وجود لينو وخلقنا فرص في ظروف صعبة وما زلنا غير مهزومين، وبيقصد طبعا حارس مرمى أرسنال لينو. كمان نروح للحساب الرسمي لمان يونايتد الإنجليزي اللي طرح سؤال الجمهور تختار مين رجل المباراة اللي كسب فيها مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف على نادي بورنموث، وكانت نتيجة التصويت لصالح مارسيال صاحب الهدف الأول في شباك بورنموث في الدقيقة 35. شارك كمان الحساب الرسمي لتوتنهام الإنجليزي على صورة فريقه وقال احتفال بفوز بالفوز ثلاث أهداف مقابل هدفين على وولفهامبتون امبارح في الدوري، كتب كمان ثلاث نقط مهمين. هاري كين لاعب توتنهام احتفل بفوز الفريق بالثلاث أهداف وبتسجيله للهدف الأول منهم في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، كتب على تويتر فوز جديد صعب ومباراة كبيرة ليلة الثلاثاء في انتظارنا. نشر كمان إريك لاميلا لاعب توتنهام الإنجليزي صورة بيحتفل فيها بفوز الفريق على تويتر وكتب ليست الطريقة الجيدة لإنهاء المباراة لكن حصلنا على الثلاث نقاط الآن لابد أن نبدأ التفكير في دوري أبطال أوروبا. من الدوري الإنجليزي نروح بقى للليغا الأسبانية وسواريز لاعب برشلونة الأسباني اللي قاد نادي الفوز امبارح على رايو فايكانو بثلاث أهداف مقابل هدفين في الدوري الأسباني، سجل سواريز الهدف الأول في الدقيقة 10 والهدف الثالث في الوقت القاتل في الدقيقة 90 وكتب سواريز على تويتر فريق عظيم ورائع تحية البارسا وثلاث نقاط مهمين جدا. كمان في الجول قالت عن لويس سواريز بعد مباراة امبارح لا تقلقوا ميسي غير موجود، فهناك سواريز منذ ابتعاد ليونيل بسبب الإصابة قاد مع برشلونة ثلاث مواجهات وسجل السفاح الأرجواني خمس أهداف وصنع هدف. نروح للدوري الإيطالي والكالتشو لاعب الكبير كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس نشر صورة على الانستغرام من مباراة امبارح واحتفل بالفوز على نادي كالياري بثلاث أهداف مقابل هدف، وكمان نشر على تويتر وانستغرام وقال تقدير مودة نصر إنه اليوفنتوس العظيم. أما بقى في الدوري الألماني أو البونزليجا خصوصا نادي بايرن ميونخ الألماني اللي بيعاني من تراجع نتائج في الفترة الأخيرة لكن لسه محتل المركز الثاني في ترتيب الفرق في البونزليجا برصيد 20 نقطة، واجه امبارح نادي فرايبورغ المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، غرد الحساب الرسمي للنادي بصورة على تويتر وكتب لن نستسلم. كمان من اخبار الدوريات بقى لاعياد الميلاد نروح للحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا على تويتر اللي احتفلت بعيد ميلاد اكتر من لاعب النهارده ابرزهم طبعا البرتغالي لويس فيجو لاعب ريال مدريد السابق واللي تم 46 سنه وتمنت ليه صفحه الفيفا وكتبت عيد ميلاد سعيد. كمان احتفلت صفحة داتش فوتبول على تويتر بعد ميلاد لويس فيجو وكتبت عيد ميلاد سعيد لويس فيجو الرجل الذي تغلب على بعض الأساطير للفوز بالكرة الذهبية عام 2000. حساب رسمي للاتحاد الأوروبي لويفا لكرة القدم على تويتر كتب باللغة الألمانية احتفل بعيد ميلاد اللاعب المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي بروسيا دورتموند واللي أكمل 20 سنة واتمنى ليه طبعا الاتحاد حساب عيد ميلاد سعيد. كمان اخيرا بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي نشر على انستغرام صوره وفيديو طريف لي بيشير لخلافه مع جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بطريقه غير مباشره. بوجبا قص شعره على شكل قلب مكسور وعمل منشل لنادي مانشستر يونايتد وكتب بشكل كوميدي اكسروا قلبي وهفضل احبكم، كمان نشر فيديو بيوضح طبعا قصه شعره الجديده تعالوا نشوفها.
far best when it's lovely. Wrist cuts get you glissed up. How you looking like you still love me? Why can't you love me? You got somebody. You cannot trust me. I cannot trust me. Yeah. All of my wrists, set on my neck. I got a flex. Shit on my ex. You not my bitch. You did me wrong.